مسا مسا على كل عشاء دحيح الأفلام. تفتكر لو لقيت عالم تاني خيالي مناسب لكل شخصيتك وتقدر تعيش فيه من غير ما حد يضايقك أو تحس إنك مختلف هناك، هتفضل عايش فيه ولا لأ؟ طب تفتكر لو أنت حد بيحاول يمنعك من إنك تعيش في العالم ده أو بيحاول يغيره ويخليه مكان أسوأ، هتسكت له ولا هتعمل زي فرانك بطلنا في فيلم تيمورو لا؟ واحد من أجمل أفلام الخيال العلمي والفانتازيا اللي صدر سنة 2015، وبيبدأ بفرانك ووكر اللي بيكلمنا وبيقول لنا ان المشكلة دي للأسف ملهاش حلو، وان العالم بينتهي واحدة واحدة وبيفسد، وفي ساعة فيها عد تنازلي اكيد انت عارف ان فيها مصيبة طالما العد التنازل. وبعدين بعد ما كل ده بيحصل بنسمع صوت بيقطه وبيقول مش حاسس ان طريقة الحكي دي مش حلوة او مملة ومهروسة قبل كده، قال لا خلاص ممكن نغيرها ونبدأ من حتة تانية. وبيقول لما كنت صغير في نيويورك سنة 65 كان في مؤتمر علمي كنت متحمس لي أوي ورايح بالاختراع بتاعي هناك، وبيخش وسط كل الناس اللي هناك اللي بتقدم الاختراعات بتاعتها، وبعد ما دوره بيجي بيرحب بالراجل وبيقول له أهلا بي أنا جاي أخد $50 الجايزة. قال له معاك إيه؟ وبيطلع حاجة شبه المكوك الفضائي صغيرة، والراجل بيتخض بسبب إن سن الطفل مش لايق مع اللي قدامه، وبيقول له ايه ده يا ري؟ قال له دي شنطة ظهر نفسها تقدر تلبسها وتطير بيها. قال له بتطير فعلا؟ قال له والله مش بالظبط يا اخويا. وبعدين بيفتكر كل محاولاته علشان يجرب الجهاز ده في المزرعة بتاعتهم، وهو بيطير بيه كل شوية يقع او يتخبط او يجز النجيلة بجسمه ويتعور جامد. وبعدين بيفتكر كلام ابوه وهو بيقول له ان الجهاز ده وهم ومش هيشتغل، وهو بيقول له هشغله. وبعدين بيرجع للراجل بتاع المسابقة وبيقول له مش شغال قوي. وبتيجي واحدة بتقول له انت اللي عامل ده؟ قال لها اه ليه؟ قالت له جميل قوي. بيقول لها انت اللي امر والله. وبعدين الراجل بيقول له انت بقى فرضا ان ده شغال تفتكر هيبقى مفيد للعالم ازاي؟ قال له عادي انا عايز اعمله، كان عندي الالهام ان اعمله وهيبقى عندي الالهام اني اعمل اي حاجه تاني تفيد العالم. وبعدين بيقول له طيب روح ويعدل عليه ويشغله، عايز اشوفك بتحاول تاني ان شاء الله اتبسط باليوم. وبعد ما بيمشي الراجل بيقول للطفله في ايه؟ قالت له ان الواد عاجبني. قال لها لا يا سينا مش هينفع. وبعدين بيمشي فرانك وهو متضايق ويقعد باختراعه على جنب، والبنت بتيجي وتقول له بص اتجاه الساعة 5. قال لها يعني ايه؟ قالت له بص ناحيتي يا عم انت عبيط ولا ايه؟ وبعدين بتقول له خد يا سيدي الدبوس ده وهتشوفني ماشية مع الناس كده، امشي ورانا بعد 20 ثانية. وبعدين بنشوفه بيجري وراهم في لعبة الاتوبيس وبينط من جنب الحارس وبيركب اتوبيس لوحده. وبعدين بيشوف الليزر بيلمس الزرار اللي هو خده من البيت وبيلبسه بسرعة هو كمان. وبعدين بنشوف الليزر بيعدي عليه وبعدها بيدخل المركب بتاعه تحت الميه على طول، وبنشوفه لوحده وسط بركه ميه وبيقرب من اوضه. واول ما بيدخلها بيلاقي مكتوب انه لازم يلبس الخوذه ويمسك كويس علشان ما يتصابش اصابات كبيره. وبعدين الباب بيقفل وهو ما بيلحقش يتحرك وبيحاول يجري يلبس الخوذه المتعلقه، بس مش بيلحق وبيلاقي الاوضه بتتحرك بشكل غريب وبتتهز وهو جواها عمال يترج ويروح ويجي لحد ما وقف، وكان خلاص تعب من كتر اللف والحركات الغريبه اللي بتحصل معاه. وبعدين خرج ولقى نفسه في عالم غريب عمره ما شاف حاجه شبهه قبل كده خالص، وبيلاقي كباري وطيارات ومترو شغال لوحده روبوتات، وبيبدا يمشي وهو مش مصدق اللي هو شايفه ولا عارف حقيقي ولا لا، لحد ما بيخبط في حاجه ويقع ويطلع جهازه ويلاقيه اتكسر. وبعدين في روبوت بيشد منه جهازه ويصلحه ويشاور له ان كله تمام. وبعدين بيشكره وياخد الاختراع بتاعه ويمشي. وبعدين بنشوفه بيقع لما حاجات بتتبني كده لوحدها باستخدام تكنولوجيا حديثه تخبط. وبعدين وهو بيقع في الجو بيلاقي نفسه كان فوق السحاب والمدينه تحته احلى بكتير قوي، بس بيفوق انه هيتكسر 100 حته. وبيبدا يجري على الجهاز بتاعه اللي بيقع معاه وبيلبسه، في اخر لحظه بيطير بيه الحمد لله وهو مبسوط وبيستكشف المدينه كلها. وبعدين بيطير فوق الارض بشويه وبيشوفه ياسينا وبيطير ناحيتها، ويقف ويقول للراجل اللي رفض مشروعه ها ايه رايك بقى اني صلحته، وبيمشي ويسيبه ويشكر ياسينا بعدها وتقول له اهلا بك يا عم في مدينه الغد. قال لها دي زي مدينه المستقبل وبدر. قالت له لا دي مدينه مختلفه. وبعدين بنرجع لفرانك وهو كبير وبيقول انه من وقتها وكل حاجه بدات واللعنه اشتغلت بقى. وبعدين في واحده بتقطعه وبتقول له
وكل حاجة يأس وكلام رخم. قال لها تحكي انت طيب؟ قالت له يا ريت. وبعدين بتقول وانا صغيرة كنت بتفرج عن نجوم مع ابويا وامي، وشطرة قوي في النجوم وفهمها، والفضاء كان حبي الاول والاخير. وبعدين فرانك بيقول لها ايه هنبات هنا ونحكي من ايام ما كنت طفلة في 2003؟ قالت له يا عم انت بدأت تحكي من طفولتك سنة 65. قال لها انت بقى انجزي واحكي المختصر المفيد. وبعدين بتقول له ماشي، وبتحكي لما راحت بموتوسيكل عند سور منظمة كبيرة وضخمة، واستخدمت طيارتها بدون الطيار، وعطلت كاميرات المكان، وضحكت على الحارس، وبعدين نطت من على السور ودخلت تتسلل في المكان، وبوظت كل الرافعات والآلات اللي جوه اللي بتبني المكان ده. وبعدها خرجت تاني وركبت وروحت ولا كأن حاجة حصل. ولما دخلت أخوها الصغير قال لها سلمي نفسك، المكان كله محاصر. وبعدين بتقول له عارف لو قلت لأبوك أي حاجة عن إني جاية متأخر والله هضربك. قال لها أنت كنت في المنصة طيب؟ قالت له لا يا عم، هو أنا لو قلت لك إني كنت في المنصة ده هينفع برضو؟ مش هبقى قدوة حسنة ليك وللشباب اللي قد. وبعدين بيقول لها هو المنصة دي مضايقاكي في إيه؟ قالت له معرفش، ما بحبهاش علشان بحس إنهم مش عايزينك تفكر ولا تستخدم أفكارك. يلا يا عم النام ربنا يكحمه. وبعدين بنشوف حد واقف بره وبيستخدم الشعرة اللي في خوذة كيسي وبيحطها على جهاز مع زرار تاني موجود كده وعليه حرف تي. وبعدين بنشوف تاني يوم كيسي واقفة مع ابوها وهو بيصلح حاجة ومحتار فيها قوي، وبعدين بتصلحها ليه وبتقول له أي خدمة. وبعدين بنشوف تليفون جه للراجل وبيقول إمتى حصل ده. وبعدين بيقول لهم طيب تمام، لما ده يخلص قولوا. وبيقول لها سبحان الله كل الرافعات والمعدات والأجهزة اللي موجودة في مركز بناء المنصة باص، ما تعرفيش ده ممكن يكون ليه؟ قالت له سبحان الله يا عم، يلا هم ولاد حلال ويستاهل. قال لها بقول لك ايه، كل ده هيكمل كده كده وهسيب الشغل بعد ما المنصه تتبني. قالت له براحتك يا عم، وبعدها ان شاء الله هتلاقي شغل تاني بسهوله، انت مهندس في وكاله ناسا. وبعدين بتقول له انت دايما كنت بتحكي لي عن معركه بين اتنين ذئاب، واحد فيه الخير واحد فيه الشر، مين اللي هيكسب من وجهه نظرك كده؟ قال لها بقول لك ايه، في ذئب منهم جعان، وبعدين اللي هيكسب هو اللي هتاكليه. قالت له طيب خد التفاحه دي وانا ماشيه يلا. وبتاخد اخوها تمشي علشان توديه المدرسة. وبعدين بنشوف كيسي في المدرسة وهي كل ما حد يدخل يشرح حاجة في ملل تفضل تزن وترفع ايدها. وفي الاخر في واحد بيقول لها ايه يا كيسي، رفع ايدك من اول اليوم ليه؟ قالت له هو ليه كل المشاكل دي بتحصل ومحدش بيحاول يعمل اي حاجة؟ وبعدين الجرس بيرن بسرعة والمدرس بيقول الحمد لله يلا يا ولادي الاجازة بدأت، اجازة سعيدة. وبعدين بنشوف كيسي راحت بالليل تاني المنصة علشان تبوظ المعدات الجديدة اللي جابوها، وبيتخرجت طيارة وبتطيرها تاني فوق مكتب المراقبة علشان تلاقي بتاعي الامن مسكها والبوليس وراها وعاملين لها كمين وبيمسكوها وبيودوها الاسم وبيقولوا في الاسم كيسي نيوتن، يلا في حد جه يضمنك وياخدك ويمشي. وبعدين بيدوها الحاجات اللي خدوها منها في الامانات وبيقول لها دي كل حاجتك، ولحظه واحد واقف وراها الشكل مريب كده ومش عارف ايه فايدته بصراحه، اللي هو اللي زود الدبوس اللي هنشوفه دلوقتي ولا مين ده. وبعدين وهي بتاخد حاجتها بتلاقي دبوس زياده فيهم، وهي بتلمسه بتلاقي نفسها في حقل امن وبتتخض ويقع منها على الارض. وبعدين توطي تجيبه، اول ما بتلمسه بتلاقي نفسها في حقل القمح ده تاني وبتفضل ماشيه ناحيه المدينه اللي هي شايفاها بعيد، وبتخبط في الراجل الغريب اللي قاعد وبيقول لها انا عارف، وبيوطي يجيب الدبوس بس بتقول له لا سيبه، وبتمسك كيس لبانه وتمسكه بيها. وبعدين ابوها بيجي ياخدها ويقول لها انا متضايق قوي منك يا كيسي، ازاي كل ده يحصل كده؟ في شبهه في تخريب ممتلكات ام. وبعدين بتقول له يا ابويا اسمعني بس، كل حاجه موجوده في الدبوس ده. قال لها انت شاربه مخدرات ولا ايه؟ قالت له لا والله اركن بس على جنب. وبيمسك الدبوس ومش بيلاقي حاجه وبيقول لها جاتك خيبه، وبتمسك هي الدبوس وبتلاقي نفسها في الحقل تاني. وبتتحرك بسرعه العربيه وبتقول له ما هو يا عم شغال، بيقول لها هاتي كده وبيحطه في جيبه، بيقول لها اودي بقى ساكته لحد ما نروح. وبالليل بتخش الاوضه بتاعته وهي بتتسحب وبتمد ايدها في الدرج لحد ما تلاقي نفسها ماسكه الدبوس، وبتاخده وتفضل ماشيه وهي ماسكاه ناحيه المدينه لحد ما بتلاقي نفسها بتتقلب من على السلم وبتستخبى بسرعه بدل ما ابوها يصحى يشلوحها. وبيصحى فعلا بس وهي مستخبيه وبتاخد الدبوس وتستخبى. بعدين بتقرر تمشي بره البيت علشان تتحرك براحتها ناحيه المدينه اللي بتشوفها لما تلمس الدبوس. وبتلمس الدبوس وبتشوف نفس اللي شافه فرانك ووكر وهو صغير، نفس المدينة المبهرة والجميلة. وبيشوف الآلة اللي اخترعها فرانك ووكر والتكنولوجيا اللي فيها. وبعدين بتبدأ تشوف واحدة بتقول لها مكانك محجوز، تعالي اركبي معانا يلا. قالت لها ايه ده انت سامعاني وشايفاني؟ وبتركب معاهم وبيتحرك مترو معلق سريع قوي. وبعدين بعد ما بيركبوه بيتحرك بيهم بيوصلوا لمكان معين وبينزلوا بيظهر كذا رائد فضاء لابسين نفس اللبس وبيتحركوا ناحية حاجة
حاجة معينة زي الصواريخ يركبوها، وبعدين بتلاقي ان كل حاجة بدأت تختفي من قدام، وبتحس ان في مية بتغرق فيها، وبعدين المدينة بتختفي، وبتلاقي نفسها في مستنقع وغرقانة لحد نص جسمها، وبتقعد تصرخ وبترجع البيت لأخوها وبيقول لها ايه ده ريحتك مجاري؟ قالت له افتح لي الباسورد بتاع اللاب ابوك، قال لها ليه وانت فين موبايل؟ قالت له يا عم غرق وباظ. وبعدين بيقعدوا قدام الكمبيوتر وبيدوروا على دبابيس نادرة لحد ما لقوا الدبوس اللي هي بتدور عليه، وبتقول له هو ده؟ قال لها ايه ده؟ قالت له ده دبوس بيورينا المستقبل، شوف لنا بقى رقم تليفونهم. قال لها لا مفيش ارقام تليفونات ولا حاجه، ده سايبين عنوان، ينفع اجي معاكي؟ قالت له مش وقته، بس اوعدك هاخدك لما الفرصه تسمح. وبعدين بتروح تاخد بعضها وتروح ناحيه العنوان بتاع الدبوس علشان اللي معاها باظ وتعرف ايه قصته. وبعدين بنشوفها سينا وصلت لديفيد اخو كيسي، وبتقول له فين كيسي؟ قال لها مش هنا ليه؟ قالت له عايزاها. قال لها عايزاها ليه؟ قالت له عادي قول لي بقى هي راحت فين وما تكدبش عليا. قال لها انت من المستقبل ولا ايه؟ قالت له الله ينور عليك يا اخوي. قال لها هي راحت تدور على دبوس غير اللي معاها علشان اللي معاها باظ. قالت له يا نهار ازرق، راحت تدور عليه فيه. وبعدين بنشوف كيسي دخلت المحل اللي كان منزل الاعلان، وفي واحده شكلها غريب واقفه جوه بتتفرج على التلفزيون، وبتقول لها اي حاجه عليها خصم 70%. قالت لها لا انا مش جايه اشتري، انا جايه اسال عن زرار انتوا واردينه على النت شبه الزرار ده. قالت لها ثواني، وندهت جوزها من جوه وقال لها انت جبتيه منين؟ قالت له انت عارف ايه عنه؟ قال لها مش هقول لك غير لما اعرف جبتيه منين. قالت له لا ما انا مش هتكلم الاول، وخدته ومشيت. قال لها انت بتشوفي حاجات صح؟ قالت له ايوه بشوف، انت كمان شوف. قال لها اكيد ده الارض المستقبليه، ارض فيها كل العلماء والمفكرين والمثقفين، بس تفتكري الناس دي كلها هتقدر تعمل حاجه وسط الروتين والقرف اللي على الارض هنا؟ قالت له طب انت عرفت كل ده منين؟ قال لها لا مش هقول لك غير لما تقولي لي جبتي الدبوس ده منين. قالت له ما اعرفش والله لقيته في حاجتي. قال لها وحياه ورفعوا سلاحين قدامها وبصت لهم بسخريه كبيره كده، وبعدين راح ماسك السلاح وضرب بيه السقف ووقع واتكسر، وعرفت انهم مش بيهزروا وجريت بسرعه بس يحاولوا يضربوها. وهم بيقولوا لها تعرفي مكان البنت؟ قالت لهم بنت مين يا ولادي المجنونه؟ وبعدين فضلت مستخبيه منهم شويه ويضربوا وتجري لحد ما خلاص بقوا قدامها وهيقتلوها خلاص، بس بتظهر ياسينا وتضربهم بسلاح بيثبتهم، وبتقول لها دي قنبله زمنيه هتقف بعد شويه، تعالي معايا يلا. قالت لها ايدي جوه مش هقدر. قالت لها اول ما تتشال ايدك من القنبله الزمنيه اشدك بسرعه وتجري معايا. وعملت كده فعلا، والضربه ما جاتش فيها، وبدات ياسينا تضربهم وتحاول تبعدهم عن البنت بسرعه. وبعدين بعد شويه ضرب قدرت تقتل الست وتخلع راسها، وبنعرف ان الست دي آلية اصلا مش بشرية ولا حاجة، والراجل اللي كان معاها اتدمر من جوه. وياسينا قالت للبنت يلا بسرعة علشان ده باظ ونظام التدمير الذاتي بتاعه اشتغل، وطلعوا بره يجروا بس الروبوت انفجر وكانوا هيموتوا فيها. وبعدين ياسينا سرقت عربية وخلت كيسي تركب معاها، وقالت لها ان دول آليين متطورين من ارض المستقبل. قالت لها يعني روبوتات؟ قالت لها اه روبوتات يا ستي. وبعدين بتقول لها ايه ده انت جسمك ماله عامل كده ليه؟ انت آلية ولا ايه؟ قالت لها ايوه انا مجنده. قالت لها يا نهار ازرق انت منهم؟ قالت لها ايوه من نفس المدينه اللي انت شفتيها، بس المدينه دي مش هتبقى موجوده لو ما جيتيش معايا علشان بيبنوا حاجه المفروض ما تتبنيش. وبعدين بتوقف كيسي العربيه بسرعه وبتنزل بسرعه. وبعدين ياسينا بتقول لها انت بتجري مني ليه؟ انا عايزه اساعدك. وما كملوش ثواني وعدت عربيه شالت ياسينا بعيد، والراجل نزل مرعوب يبص على اللي خبطها، وجريت كيسي على العربيه وركبت ودورت وطارت بيها. وبعدين بثواني لقيت ياسينا جايه جري ولا كانها اتخدش، وبتجري وراها وبتقول لها انا لازم اساعدك ولازم تسمعي كلام، انا مش هضرك ومش غرضي زي اللي هناك دول اصلا، لازم تصدقيني علشان ما تتسوحيش. قالت لها ماشي بس انا اللي هسوق. وبعدين بنشوف الشرطه في المحل اللي انفجر وهم بيدخلوا، وبيجي ناس شكلها غريب وبيقولوا احنا المخابرات السريه، وبيلاقي بعدها شرطي خارج وفي ايده راس الست وشكلها غريب، بس ما لحقش يتكلم لان المخابرات السريه دي استخدمت اسلحه غريبه ومحتهم من على وش الارض اصلا. وبعدين بنشوف كيسي بتسوق وعماله كل شويه تسال الاسئله لياسينا وهي بترد، بس بتحاول تحذرها ان اكتر الاسئله دي هتخلي رد فعلها المضاد يشتغل وهتتقفل خالص. قالت لها بتهزري ما تقدريش تعملي كده اصلا. قالت لها جربيني كده. وبعدين بعد سؤالين بتتقفل خالص وبتقعد كيسي متعصبه وبتقف جنب اول كابين التليفون وتحاول تكلم ابوها اللي مش بيرد، وبتقول الحمد لله انه ما ردش، وبتقول له لما المسجل الالكتروني يرد انها كويسه وبخير وراحت مشوار وما يقلقش عليه. وبعدين بنشوفها بتسوق تاني الصبح وياسينا بتصحى مره واحده، وبتتخض كيسي وبتقول لها اهدي انت محتاجه ترتاحي، هاتي انا اسوق، انت رايحه فين اصلا؟ قالت لها ما اعرفش والله. قالت لها طب تعالي علشان لازم ننجز، انا اديتك اخر دبوس معايا ومش هنعرف نرجع المكان اللي شفتيه تاني بسهوله. قالت لها اخر دبوس؟
وفي غير كتير قالت لها اه بس انتي اكتر واحدة مناسبة، وانا انتبعكي من شهري لما كنت بتبوظي المنشآت العامة دي، وده متوافق مع نتائج بحثي للناس اللي هجندها. قالت لها تجنديهم فين؟ قالت لها وبعدين بقى هتفضلي تسألي، المهم اني عايزاكي ترتاحي علشان تجهزي لما نروح للشخص اللي هنقلنا للمكان اللي شفتيه. قالت لها وده مين ده؟ قالت لها واحد حالم زيك وجميل واسمه فرانك ووك، وبنشوف كيسي بعدها بتفوق علشان تلاقي نفسها في الشارع وياسينا مشيت بعيد. وبعدين بنعرف انها قدام بيت فرانك، ولما كيسي نطت من فوق السور ودخل لقيت نفسها قدام كلب جاي جري، وبعدين ما لقيتش يسار رجلي ولقيته معمول بالهولوجرام، وراحت خبطت على الباب ولقيت حاجه بتحدفها جامد بعيد وبيقول لها عايزه ايه؟ قالت له انا جاي من طرف آسينا رمتني هنا ومشي. قال لها اه انت مضحوك عليكي وشفتي مكان لما لمستي دبوس، عامه يعني المكان ده والدعوه دي مش ليكي، دي دعوه عامه لكل الناس، بس من زمان والحفله اللي كانت معموله ليها الدعوه دي ما اتعملتش، يلا سلام. ودخل وهي مش فاهمه اي حاجه منه، بس حاسه انه متضايق وفضلت قاعده قدام البيت بالليل وفي المطر. وفي النهايه قررت تعمل حاجه لما شافت سلوك في الكاميرا ومشيت وراها ولقيت اقمار صناعيه كتير، وبعدين ولعت في جرار في الجنب، ولما فرانك شافه خرج جري يطفي ويستغلت ده ودخلت البيت وقفلت قبل ما فرانك يجي وقال لها اطلب لك البوليس لو ما فتحتيش، بس هي ما ادتش ليه فرصه واستخدمت الحاجه اللي بتحدفه بعيد دي زي ما استخدمها معاها. وبعدين بنشوفها وهي جوه وبتقول له جامد المكان ده، انا مش هسيبك غير لما تقول لي اروح المدينه دي ازاي او تقتل. وبعدين بتقول له جامد الجهاز ده بيعمل ايه؟ قال لها وهتلمسي حاجه. وبعدين بنشوف ذكرى ليه مع آسينا وهو صغير وبتقول له ليه بتسجل ده؟ قال لها علشان لو ضحكتي تبقي معايا. قالت له انا مش بضحك. قال لها ده فعل بيولوجي مش بمزاجك. قالت له لا يا حبيبي، النوم هو الحاجه بيولوجيه للجسم مش الضحك. وبتعرف كيس ان فرانك واسينا صحاب من صغرهم، وبعدين بيخش وبيقول لها بيتها بيبي ايه بقى، وقبل ما يطردها لقى على الاجهزه المستشاره بتاعته رقم 100%، وبيقول لها استني. وبعدين بتقول له انت مجنون، ازاي تسيب مكان زي ده وتمشي وتيجي هنا؟ قال لها انا ما مشيتش وسبت، هم اللي طردوني علشان عملت حاجه ما كانش مفروض اعمل. وبتقول له ليه اخترعت ايه؟ وبيقول لها يعني تخيلي دلوقتي لو انا قلت لك ميعاد موتي هتبقي مبسوطه؟ قالت له اعوذ بالله استغفر الله العظيم يا رب. قال لها يا ستي تخيلي يعني، هل دي هتكون حاجه حلوه؟ وبعدين بنشوف انذارات كتير ضربت وبيبص على كاميرات المراقبه اللي حوالين البيت، وبيقول لها يخرب بيتك انت جبتيهم وراكي؟ قالت له هم مين؟ قال لها الاليين. وبعدين بيبداوا يقولوا له يسلمهم البنت ويسيبوه زي ما الاتفاق جرب، وبيحاولوا يدخلوا البيت وهو بيحط الحواجز الفولاذ بتاعته على الابواب والشبابيك، وبعدين بيكون في واحد حاشر رجله بيكهربه وبعدين بيقفلها. وبعدها بنشوف اتنين بيحاولوا يدخلوا الباب بالليزر وبيروح فاتح ليهم الارضيه علشان يقع، وبعدين بيخش واحد ويحاول يقتلهم بس برضه بيستخدموا جهاز موجود يخفي نصه ويبعدوا عنه بسرعه. وبعدين بنشوف فرانك بيشغل مغناطيس في الحيطه ويثبت بيه اخر واحد، ويفضل الزعيم بتاعهم ما ماتش، وهنا فرانك يحاول يقتله بكذا طريقه، وفي الاخر بعد ما وقعوا فضلت كيسي تضرب فيه جامد وبكامل طاقتها. وبعدين بنشوفه بيقول لها يلا علشان نهرب، وبتقعد في البانيو وبيقعد جنبها وبيحاول يقفل عليهم البانيو من فوق، بس في واحد بيقوم وبيحاول يلحقهم، وفي الاخر البانيو بيخرج بره البيت ويطير بعيد والبيت بيتفجر بالكامل هو وكل الاليين اللي فيه. وبعدين بيقع البانيو في البحيره وبتقول له جامد قوي ده، انت كنت عامل حسابك ان ده اللي يحصل وعامل حسابك انك تهرب كده؟ ده انت رايق قوي يا جدع. وبعدين الكاب بتاعها بيقع وبتنزل تجيبه وتقول له علشان ابويا جايبه ليا مش هينفع اسيبه. وبعدين بيلاقوا نفسهم في وش ياسينا وبتقول له هتقتلني ولا ايه يا فرانك؟ يلا علشان لازم نمشي دلوقتي وبعدين نتخانق بعدين. وبيركبوا العربيه وكيسي بتقول له دي واحده منهم. قال لها عارف وعارف كل العابها، هتفهمك انها بتحبك وطيبه وانك عظيمه وبعدين تقتلك في بيت. وبعدين بتقول له انت الكلام معاك دايما صعب وانت في الحاله دي يا فرانك. وبعدين بيقول لها ولقيت البنت دي فين؟ دي بوظت حياتي وانت اللي بعتها. قالت له انا بدور عليها بقالي كتير، دي مش اول واحده اديها دبوس، وبعدين انا ما عملتش حاجه، نديتها الدبوس وهي عملت الباب. كنت هربانه بشويه دبابيس بعد ما طردوني وده كان اخر واحد، حظها حلو الحمد لله. وبعدين كيسي بتقول له خلي بالك علشان لو كترت معاها هتتقفل. قال لها تتقفل ايه؟ قالت له الفعل المضاد بتاعها انت ما تعرفش ولا ايه؟ قال لها فعل مضاد ايه يا هبله دي بتشتغلي؟ واسينا قالت له يا عم ما كانت مصدعاني فقلت لها كده. وكيسي بتطلع كوره وبتقول له دي كوره ضغط. قال لها ضغط ايه يخرب بيتك؟ دي قنبله بقوه واحد طن. وبعدين بيوصلوا لمكان معين وفرانك متضايق بس بيدخلهم برضو المكان وبيقول لكيسي اننا هنسافر في بعد تاني، فاسمعي كلامي، وبيديها قطن تربطه على عينيها وحاجه تاكلها، وبيقول لها لما نسافر هتحسي بصداع وان السكر في دمك هيقل وتحسي انك بتموتي، وتلعني اليوم اللي فكرت تعملي
فيه كده، بس لما توصلي هتبقي تمام. وبعدين بيسافروا كلهم وبيخرجوا، وكيسي بتموت من العطش وبتقول انها بتموت، بس فرانك بيقول لها بطلي تهويل بقى، مش هتموتي، خدي حاجه ساقعه من الثلاجه وبتشربها. وبتشرب بتاعت فرانكو، بتفوق بعدها الحمد لله علشان يلاقوا نفسهم في برج ايفل. وبعدين بيقول لها في امن واقف هناك يضربي بالبتاع دي، لو هو بشر هيغمى عليه. قالت له طب لو قالي؟ قال لها هتضايقيه حتى بصي، وراح ضرب بيها اسينا. وبعدين بيخش اوضه بعد ما بيغمى عليه وبيقول لها ان برج ايفل ده مش مجرد برج عادي، ده المفروض كان حاجه زي برج بيلقط كل الاشارات اللي ممكن يلقطها. واديسون بعد ما تسلا عمله بمساعده ايفل كان عايز ينسبه لنفسه. المهم انه ده الطريق اللي هيخلينا نروح لهناك، لطريق البرزخ اللي منه نقدر نروح ونرجع لارض الغد. قالت له حلو. وبعدين بنشوف البرج بدأ يتقسم نصين، ويخرج من النص مكوك فضائي، وكل الناس بتصور وبتتفرج ومندهشين من اللي بيحصل. ولقينا آليين جم في ثواني وبدأوا يحاولوا يوصلوا للثلاثي قبل ما يركبوا المكوك، بس ما بيلحقوش وبيتشابطوا فيه من بره وبيضربوا الإزاز، بس برضه المكوك بيطلع للفضاء ومش بيحصل حاجة. وبعدين بعد ما بينفصل خالص ويبدأ يمشي في الفضاء بيلف ويرجع ناحية الأرض. وكيسي بتقول له هو راجع ليه؟ قال لها علشان هنسافر في بعد مختلف، وبيرجع ناحية الأرض بسرعة كبيرة قوي. وبعدين بيختفي وبيظهر في أرض الغد وبيبدأ يخبط في كذا حاجة لحد ما بيقف خالص. وبينزلوا وفرانك بيدي ياسين القنبلة ويقول لها خليها معاكي ويخبيها وبتعمل كده. وبعديها بنشوف رئيس الكوكب وهو جاي، وبنعرف ان الراجل اللي قابل فرانك في اول الفيلم وجاي مع رجالته، وبيقول له خير يا فرانك؟ قال له احنا جايبين واحدة حاسين انها تصلح المراية. قال له ايه ودي لقيتها فين؟ قال له ياسين لقيتها وانا ساعدتهم ييجوا. وبعدين بيقول لهم يلا بينا طيب نوريها الموضوع، وبيطلعوا على الآلة وبيشوف كيسي نفسها وهي بتتحرك، وبيقول لها الآلة دي بتوريك حركتك الجاية مبنية على طاقة قوية وجديدة الأرضيين مش عارفين هي موجودة أصلا ولا لأ. وبعدين بنشوفهم بيوصلوا فوق وبيقول لها فرانك بنى الآلة دي بغرض نبي، بس اللي حصل إن الآلة دي بقت تشوف المستقبل والماضي. وبعدين بترجع للماضي تشوفه، لما بتطلع للمستقبل بتلاقيه متدمر خالص وكل العالم خراب وبيتهم متدمر، وفرانك بيوقفها وبيقول لها خلاص. قالت له ده هيتم بعد قد إيه؟ قال لها بعد شهرين. وبتقول لهم طب ما نجيب الناس هنا. راح الريس قايل لها ما هو لو جم هيبوظوا هنا زي ما بوظوا الارض. قالت له مدام مش طبيعي، وهي متضايقه مستقبل العالم اختلف في لحظه وبقى عادي. وفرانك قال له شفت لما هي فكرت تصلح الدنيا اتصلحت ازاي؟ اسمع كلامي ويلا نديها فرصه. وبعدين راح الريس مستخدم الاله اللي بتوقعهم واغمى عليه. وبعدين بيفوق فرانك ويلاقي ياسينا وكيسي قاعدين زي المتطلعين، وبيقول لها في ايه يا كيسي؟ قالت له يا عم مفيش حاجه، بس العالم كله كده مفيش امل فيه. قال لها يا ستي تفي من بقك، مفيش امل ايه بس وبتاع ايه؟ وبعدين بتقول لهم لقيتها، مش البتاع ده بيزي الاشارات وهو اللي زي اشاره الدبوس ده اصلا، يعني البتاع ده هو اللي مفهم الناس ان العالم كده كده هينتهي، فكل واحد يعمل ما بدأ، ممكن نستخدمه بحيث نوقفه او بحيث انه ينشر الطاقه الايجابيه بينهم. بعدين بيقولوا الفكره للريس بس بيرفض. وفرانك بيعرف ان هو اللي عامل كده اصلا، والريس بيقول لهم انكم حشرات وبتستسلموا بسرعه، هو ده اللي عامل ازمه ومخليني مش متعاطف معاكم اصلا. وبعدين بيقول لهم ان ده مصيركم وانا هفضل مكمل في اللي بعمله، مش هديكم فرصه تخلوا عالم افضل. وبتبدا بينهم كلهم خناقه وضرب، وفرانك بيتخانق معاه وكيسي واسينا مع روبوتات، وبتاخد كيسي القنبله من اسينا وتحاول تطلع بيها فوق، وبيكون فرانك والريس في الارض من خلال البوابه اللي الريس كان عايز ينفيهم منها. وبعدين القنبله بتروح عندهم وبيخشوا جري على ارض الغد تاني، والقنبله كده بتضيع، والريس وقتها بيكون خلاص قرر يضرب نار على فرانك، بس اسينا بتيجي قدامه وتمنعه من انه يعمل كده، وبتيجي فيها الضربه وبتقول له ما تحاولش، انا ومش هيعرفوا يصلحوه. استخدم نظام التدمير الذاتي بتاعي يفجر المراقب ويخلص العالم والبشر منه. وبعدين بتقعد تطلع في ذكريات، وكل الذكريات بتكون مع فرانك، واول مره يشوفها وبيعرف انها كانت بتحس بمشاعر غريبه بره عن البرمجه بتاعتها، وعرف انها فعلا بدات تحبه وكانت بتحبه مش مجرد روبوت زي ما هو كان بيقول دايما. وقالت له انها ما كانتش بتضحك علشان هو مش بيضحك، مش علشان هي روبوت وما بتضحكش على النكت ولا حاجه. وبعدين بياخدها لفوق بالاختراع اللي كان مخترعه هو صغير، وبيسيبها في المراقب اللي بينفجر اول ما هي تخش فيه. وبعدين بيقع على الريس ويقتله، وفرانكي وكيسي بيقعدوا يلاقوا الروبوتات اللي في المكان كلهم جايين علشان الريس بتاعهم مات ومش عارفين هيعملوا ايه. وبعدين بتروح كيسي تجيب ابوها وتيجي المكان، وبنكتشف انهم بيحكوا الحكايه للكشافين الجداد اللي زي اسينا، وبيعينوا الناس اللي عندها طموح وشطره زي فرانكي ووكر وهو صغير، وبيدوم دبابيس جديده لكل واحد،
وبعدين بنشوفهم هم بيوزعوها على المبدعين خلال العالم كله، كلهم بييجوا ارض الغد.